السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم العظيم ورمضان مبارك على كل أحبائي وأصدقائي. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن 5 أسماء أو 6 أسماء بالأحرى التي لا يراها إلا شخص، يعني شخص يمتاز بروحانيات عالية. ما معنى الروحانيات العالية؟ يعني أن شخص يعني يصلي النوافل، شخص يسبح كثيرا، شخص يستغفر كثيرا، شخص له ثقة عالية وإيمان قوي بالله سبحانه وتعالى، بأن الله هو الوحيد. وهنا هذه الإيمان يعني هذا الإيمان المطلق بأن الله هو الوحيد الذي سوف يعني يخلصه من كل ما يعني لا يرضيه في حياته. هذه الأسماء لا يراها إلا شخص ذو حظ عظيم، يعني شخص يمتاز ب سمة الصبر، شخص يعني من الناس الذين يمتازون بالكاظمين الغيظ العافين عنا، لأن هذه الأسماء رؤيتها في المنام تعني شيء عظيم للرأي. أول الأسماء التي نبدأ بها هي اسم محمد. هذا الاسم من أجمله، هو اسم لسيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فرؤية في المنام هذا الاسم، ظهوره في المنام أو سماعه في المنام أو رؤية شخص اسمه محمد في المنام، هذا رمز، هذه بشرى للرأي. إن كان به هم أو غم أو كان فقيرا سيعود إن شاء الله سيتحول إلى غني، وإن كانت لديه مشاكل هم أو غم أو خوف سيكون له انتصار على الأعداء. أن الله يبشره بالخير، أن الله يبشره بزوال الغم والهموم. الاسم الثاني هو اسم يونس عليه السلام، لكن فقط هذا الاسم ظهوره في المنام، سماعه في المنام أو اسم السماء، يعني ظهور شخص في المنام اسمه يونس. هذه الرؤية خاصة للشخص الذي يعاني من مشاكل وعقبات وهم وغم، هذه الرؤية يعني مبشرة له أن غمه وهمه سيزول، أن الله سبحانه وتعالى سيبدله خيرا. أن الله سبحانه وتعالى قال في يونس: ولولا أنه لم يكن من المسبحين لبقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. ولولا أنه لم يكن من المسبحين لبقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وهنا يعني التبشير ليونس بزوال غمه. فظهور هذا الاسم في المنام هو أكبر بشرى للرائي، يعني بشرى فعلية مطلقة، لأن هذه تعتبر رؤية، والرؤية يعني دائما تتحقق. هذه رؤية تبشيرية للرائي، تقول له أن همه سيزول، أن الله سيبدله خير، يعني أن الله سيفرج عن، أن الله سيفتح له الأبواب. الرؤية الثالثة إن ظهرت في المنام فالشخص الرائي هو شخص ذو حظ عظيم، وكما قلت يعني شخص يعني مقرب كثيرا من الله سبحانه وتعالى يرزقه هذه الرؤية في المنام. هي رؤية أسماء لها علاقة بالأسماء الحسنى، وهنا هذه الأسماء يجب أن تفصل أنها هي رموز. مثلا عندما نقول عبد الغني، فهذه الرؤية هي رمز للرائي أن الله سيغنيه، أن الله سيرزقه رزق، سيحوله من فقير إلى غني. مثلا عبد النور، هذه الرؤية تدل على النور والجلال للرأي. عبد الحفيظ، أن الله سيحفظه من أعدائه. أو عبد الناصر، هذه الرؤية ترمز للرأي إن كان لديه أشخاص يكيدون له أو يغدرون به أنه سينتصر عليهم. يعني رؤية الأسماء الحسنى تفسر على حسب الاسم وتعطي للرأي الرمز الذي يريده. رؤية اسم حسين، هذه الرؤية تعني تحسن في الرزق، تحسن في الأوضاع، تحسن في المشاكل التي يعاني بها الرائي في حياته. وسيجتاز برؤية هذا الاسم، هو رمز لاجتياز كل العقبات التي تقف أمامه في الحياة. كذلك هناك بعض الأسماء التي إن ظهرت تدل كذلك على رموز الرائي. مثلا إن كانت المرأة لا تنجب ورأت في منامها اسم مريم، هذا الاسم له علاقة بمريم عليه السلام، فهذه الرؤية تبشر هذه المرأة أنها ستحمل عن قريب. أو رؤية اسم زكريا كذلك يعني بشرى للرأي. أو رؤية اسم سارة، هي زوجة إبراهيم عليه السلام، هذه الأسماء كلها تبشر المرأة التي لا تنجب بأن حملها قد اقترب. كذلك من بين الأمور، من بين الأسماء التي إن رؤيت في المنام تدل على الخير كثير، رؤية اسم رحمة، فهو فيه رحمة، يعني أن الله سيرحم هذا الرائي وسيزيل همه أو غمه أو كل ما يخاف منه. هذا كل ما يدور حول رؤية الأسماء التي إذا ظهرت في المنام فهي مبشرة كثيرا
ولا يراها إلا شخص له حظ عظيم وقريب من الله سبحانه وتعالى.